أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. الآن يبدأ الإيقاع في الارتفاع، ضربات القلب تزداد، الكل يشد الحزام ويحبس أنفاسه ويتمنى أمسية مميزة في هذه المباراة. وهذه تحياتي محبكم فارس عوض من كبيرة التعليق. مباراة اليوم تأتيكم ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، فريق غلطسراي في مواجهة المدفعجية نادي أرسنال. مباراة مهمة جدا بدون شك، لأن دور المجموعات هو مفتاح كل بطولة، وفي خبرة خاصة لتجاوز هذا الدور وتجميع أكبر قدر من النقاط بالشكل اللي يضمن استمرار الفريق في البطولة حتى الأدوار الإقصائية. فرصة هدف الآن، إيكاردي، كرة بتضيع، فرصة بتروح، شوف المسافة، كان قريب في اللقطة الماضية لكن الكرة راحت. الحكم يوقف اللعب لاحتساب الخطأ في اللقطة السابقة، ونشاهد كرت أصفر في هذه اللحظة. أوديغارد، تصل إلى ساكا، توغل رائع جدا وثقة كبيرة في التقدم للأمام. عنده فرصة التمرير، جابيل جيسوس، فرصة للتقدم في المباراة، هدف أول في هذا اللقاء، جابريل جيسوس البرازيلي يعطي الفريق الأفضلية. شوف الهدف مرة أخرى، يا له من إنهاء، يا لها من كرة رغم الضغط الكبير على الكرة، لكن تعامل ممتاز وبشكل قوي وبدون تردد. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. مارتينلي، رايس، أوديغارد، قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل للفريق الآخر. مورو إيكاردي، ملعوبة إلى ميرتنز، توغل هجومي هنا وهناك العديد من الخيارات. يفتك الكرة في المنطقة الخلفية ودفاع ممتاز. أوديغارد، تصل إلى ساكا، ملعوبة الكرة إلى أوديغارد، والآن مع مارتينيلي، خرج بالكرة بدون أي مضايقة. حكم اللقاء يشير إلى 4 دقائق كوقت بدل ضايع. درايس ميرتنز، ويلفريد زاها، مورو إيكاردي، والآن وصلنا لنهاية أحداث الشوط الأول من المباراة. عودة إلى المباراة وأحداث الشوط الثاني، أرسنال يتقدم في النتيجة لكن ما زالت المباراة لم تحسم. أوديغارد، ساكا، هنا مع مارتينيلي، ركنية لمصلحة الجانرز وفرصة متاحة لتسجيل هدف التعزيز. ركنية تنفذ بشكل قصير، ويلفريد زاها، رايس، أرسنال في الهجوم، وايت، ملعوبة الكرة إلى أوديغارد، ولا مع جاب جيسوس، وفرصة هدف الآن، الكرة في المرمى، يا الله، على هدف جديد يضاف لرصيده اليوم، ثنائية تبرهن على تفوق الكبير أمام المرمى.
شوف اللقطة مرة أخرى، انظر كيفية التعامل للاعب مع الضغط، شوف كيف عرف طريق المرمى. الله على القوة على المهارة في النهاية. أرسنال يقرر الاستفادة من دكة البدلاء. إذن عودة للمباراة مشاهدين الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. ثلث ساعة فقط تفصلنا عن نهاية المباراة. كريم ديمرباي، ملعوبة إلى ميرتنز، وصلت إلى توريرا، ويلفريد زاها، ديمرباي، مستحيل، كرة في المرمى تعيد الأمل وتحيي الأمال وتشعل المباراة من جديد. وهنا إعادة الهدف، شوف القوة في التعامل مع الموقف، ضغط كبير لكن بدون تأثير على الإنهاء. هذه هي الجودة الكبيرة في كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف. 9 دقائق متبقية من عمر هذا اللقاء. مساندة تصل الآن. جابريل جيسوس، هنا مع مارتينيلي، هذه كرة خطيرة على المرمى. مجهود كبير وحافز يقدم الجمهور في الملعب لفريقه لتحقيق التعادل، وهم على بعد دقائق من النهاية. فرصة خطيرة الآن، هذه هي صافرة نهاية المباراة واللي تعلن عن تحقيق أرسنال للفوز اليوم. مباراة كانت قوية والانتصار فيها لم يكن بالشكل السهل، وفرق الهدف هو ما حقق الفوز في النهاية. مباراة كانت مثيرة جداً.